سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحفظه الله ويرعاه هنا بتوجيهاته لهذه الأصايل التي تنطلق وبدعم أبناء زايد في هذا اليوم، يوم صندوق الحلفة أيضا الذي يمشي مع الأصايل ومع التحديات الجميلة والرائعة بهذه الشعارات التي لها وزنها وثقلها في أرضية جميع الميادين. أعلنت اللجان المنظمة عن بدء وعن انطلاق بأول الأشواط، أول الباحثين عن انطلاقات هذا الصباح السعيد. نسير مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى، شعلة مع المركز الأول. هادي بن حارب بن مغير الخيلي أشعلها، راعي شعلة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الشاهنية حمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي فيلسوف الأصايل، بينما ثالث المراكز أيضا مع حمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي مع ثالث المراكز، بينما التواجد مع محمد بن عبد الله الجحافي مع رابع المراكز، خامس المراكز أتابع الشهرية حمد بالعيينة بن شير العامري أيضا مع خامس المراكز. عودتنا إلى أبناء زاخر، عودتنا إلى أبناء دار المفاخر. الله يا بن مغير، الله يا بن حارب، حربهم بن حارب واشعلها مع شعلة، شعلوه يا شعلة، ما شاء الله شكل جميل، أداء رائع، أداء متفوق، أداء ممتاز وشكل ممتاز. يا سلام بن مايد، بن مايد والجحافي، الجحافي يا سلام، روح يا بن الويهي ويا فيلسوف الأصايل. طار للأصايل يا أخواني، طار للأصايل، يلطارد الشوط الاول، الشوط الاول، الشوط الاول الى وين؟ رجل الامتار وحارب بن مغير، يا سلام بانه رجل الامتار، الله مجرم الامتار دائما، فيلسوف الاصايل، الله ما شاء الله، حضور مميز مع الشاهنية حمد بن احمد بن مطر بن مايد الاخيلي، ثاني المراكز مع ايضا هناك ما بين شعلة وما بين الشاهنية مع